السلام عليكم. قال أيضا: هل يجوز الاستجمار والوضوء في الماء ماء البرك التي حول المساجد وقد تغير لونها وطعمها وهي راكدة لا تتحرك؟ وما الكمية التي إذا كانت لماء البركة يكون صالحا للوضوء؟ الأصل في الماء أنه طهور، يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا. فإن كان هذا التغير الذي ذكره السائل بسبب النجاسة فإنه نجس، لا يجوز استعماله.